إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم بالأطلس المتوسط، تبارك الله عليكم، تحياتي للجميع. الفلوق ديال اليوم الإخوان على هاد الخرفان هادو، كنت حطيتهم للبيع. الحمد لله الفيديو لقى إقبال، كاين متتبعين بزاف الحمد لله، فيه كاين الناس عزقوا يشريوا من عندي هاد الخرفان. وهنا الإخوان صراحة يعني الناس اللي اتصلوا بيا ما تنظن انهم ماشي حريفيه، ماشي ولا السوق. الناس دابا اللي غادي يسمعوا الفيديو ديالي غيقولوا لي انت راه طلبتي الثمن بزاف، ولا انا سلعتي هذه وعارفه اش تسوى في السوق، وراني بعت منها غير دوك الصغار الاخوه اللي بعت منها في السوق. ونزيدكم بالنسبه غير لهاد الصغر هذا، هاد الصغير هذا اللي من هنا غير هذا بوحدو، وهذاك راه لي مليه، وهذاك هذاك الصغير، وهذاك اللي حداه نيت، حتى هذاك اللي حداه، هادو بجوج، وهذا المهم هاد الثلاثة هادو اللي وريتكم هنا الإخوان، هادو أنا شاريهم بخمسة وثلاثين باش شاريهم، وشوية تقريبا خمسة وثلاثين وخمسمية باش طايحين عليا باش واصلين هنايا. يعني 1775 درهم باش شاري هذا. تنشكر الناس اللي جاو عندي وتعذبوا، جاو عندي سماح الاخوان، ولكن جاو الاخوان ما عطاوش الثمن صراحه. هو الغريب في الامر جاو بيع وشرا عطاوني الثمن، ما بقاش بيناتنا بزاف، ولكن الناس متتبعين كسابه، الناس اللي باغا تكسب العيد وهادي ما عارفاش حق هاد الخروف هذا، يعني ما قداش هي الزعم. كاين الناس تيتصلوا بيا تيسمعوا غير الثمن ما تيجيهم غالي. والله يدير الخير. والاخوان مازال الناس يتصلوا بيا، واخا مسحت واحد التصويره ومسحت داكشي اللي حط فيهم سميتو، مازال يعني كاين الناس اللي بارطاجاو، مازال الناس تيتصلوا بيا. ودابا الاخوان قررت ما غاديش نبيع، نخلي ان شاء الله حتى يمر رمضان. الحمد لله المرعى كاين، الماكله كاينه والحمد لله. وادعوا معنا الاخوان السلعه هادي الله يسخر. بالنسبه لهاد الخروف الاخوان هذا تيشخر، واش ممكن واش فيه الرياء ولا ما نعرف، شغل سمعتو تسمعو كي تيشخر. أصحاب الخبرة الإخوان يعطيونا، الناس اللي دازت عندهم هاد الحالة يعطيونا شنو النوع ديال الليبرا اللي دارو. أول الإخوان راه تيبان مقوس هو هذا، هذا نيت مو مدوم. الاخوان اللي صراحه بعت 12 منهم، بعت غير الصغيره اللي ما عجبتنيش، بعتها في السوق 3 زرو. الناس المتتبعين راه غادي يشوفوها، راه صورتها حطيتها وحطيت حتى الثمن راه اللي كانت وصلت والثمن باش تبعت. هذا المهم الاخوان هذا راه شريتهم 35500، هذا وهذا الصغير هذا هكاك. ومعاهم حتى هذا الصغير هذا، حتى هذا كاين الاخوان. وهذه سلعه قديمه ديالي، وهذا حتى هو حتى هو راه مشري. ثم الفرق راه باين، النقله تبارك الله كاين، الزين كاين. كما قلنا الاخوان ما غاديش نبيع، غنجر ان شاء الله بهم حتى مور رمضان ونتوكلوا على الله. بالنسبه للحريفيه راه عارفين تبارك الله هاد السلعه شنو تساوي في السوق، سلعه تبارك الله اللي تكبر. هانتوما كاين فرق تبارك الله، فرق ما بين هذا وهذا. ونطلب من الناس اللي اتصلوا بيا اللي قالوا لي باش نشري لهم، صراحه الاخوان الناس اللي اتصلوا بيا راني يعني هضرنا
عطيتهم المبرر الصراحة راهم أجي أجي يعني تقبلوا. الحمد لله المرعى موجود تبارك الله. هذا الإخوة راه كنا حرطناه غير بالحمير حاشاكم، والحمد لله تبارك الله راه دار الربيع تبارك الله ودار تاع القسيل وكلينا تبارك الله، ومازال ياكلوا فيه يدوزوا فيه إن شاء الله رمضان ويشاية الخير تبارك الله. تنشكر المتتبعين الأوفياء متبعين معنا هاد السلعة هادي، راه أغلبية إن شاء الله راه عارفين أننا شريناها نهار داويناها تبارك الله ما شاء الله. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. المهم الإخوان داك خروف راه تيشخر، الناس اللي دازت عندهم ديك الحالة يعطيونا شنو دارو. تحياتي للجميع، تنشكركم جزيل الشكر.